جيل كامل. شهداء الثورة لما سقط النظام. إذا كان بعد شهرين وخرج السيد بلي نهار 21 شاف وقال مطالبكم مشروع وسمعناها وكل شيء ورانا باش نحاول، تجي أنت بعد نهار 12 فيفري تقول لي شنو مطالبكم؟ يعني لها تمييع وتسويف ومماطلة بطريقة أخرى. احنا توا عندنا 65 يوم نباتوا قدام الوزارة نساء على بنات وأولاد، الأساليب الردعية والأساليب القمعية مازالت متواصلة إلى يومنا هذا، أنها طرد وزيرة المرأة تساق المرأة إلى الشارع بالضرب والإهانات والشتم. وهي ما تتحركش ساكن وما تتفضلش علينا حتى مسؤول انه باش يخرج ويحاورنا، ومن بعدها تحتفل باليوم العالمي للمراه، بماذا تحتفي لنا يا سيدتي الوزيره؟ سي محمد الناصر خذا الدوسي وتعهد انه باش يقوم به، ما صار شيء، روحنا للجندوبه، نفس الحكايه كيما نفس الحكايه، رجعنا في خرجنا مسيره ليليه نسائيه، وصلنا لهنا، وقعت انتهاكات شخصيه للافراد 25 شخص، قلت لك 70% معناها نساء. عدونا على القيس، حصرونا في منوبة، عدونا على القيس، كان ما جاتش معناها ما نعرفش اللي ارتاح في الليل، ربطت حقوق الانسان، وعن سالم في شخص مدام تركيا على فكرة، معناها اللي هي ضامت معانا وخرجونا، كنا الله أعلم مش ماشيين عبارة إرهابيين. من 21 ديسمبر لليوم احنا عندنا تو 100 نهار معناتها في الاعتصام تاعنا، كان اعتصامنا سلمي على الاخر وحضاري على الاخر خاطر احنا مربين. وحبينا نبينوا ان احنا صوره معناتها مربين ومربي اجيال، ما لا كسرنا لا سبينا لا عملنا حتى شيء، بالعكس معناتها وقوبل معناتها كل معناتها الاحتجاج السلمي نتاعنا بكل هذا التجاهل، معناتها حسنا بالاحتقار بصراحه. وزير يتعدى قدامنا من با معناتها 2 متر وما يحكيش معانا، لا هو لا حتى اطار من اطارات الوزاره نتاعها. توج الحراك بجراف دوفان في الفورم سوسيال تونيزيان في الحبيب بورقيبه 37 نهار على ضوء هي عند الوثيقه هذه محضر جلسه مع رئيس الحكومه. في ان يتم تسويه وضعيه 187 على قاعه الفرز الامني. هذا في حين مشينا في الاساس الصباح على اساس ما تحل في من هنا لجوان تاع عمناول. من جوان عمناول بقت العباد تتحرك وعاودنا تحركنا من جديد. في الاخر من وصلنا ان تم تشغيل كان 125 برك وتسويف 52. واصل عباد الحراك نفس مازال طويل لتو مازال 10 سنين قدام كيما خلينا في الجندوبه والجهات الكل. في الاخير وصلنا مع السيد بلال ان الملف باش يتحل وفعلا وثائقنا مشات لوزاره التربيه فيها 52 شخص، الملف اللي حصلوا هنا 52 شخص وقدمنا اوراق الانتداب ومنعنا في الاخير من مباشر. واليوم نرجع لسياسه السمت، والمشكله في التونسي يا نسافيس، القاسرين تحرقت، قفصه تحرقت، مروان تحرقت، جيت ضربة إرهابية، خلي الملف الاجتماعي على جنب ونتلهو بالإرهاب. اليوم، أوكي إحنا متضامنين، إحنا توانسة، ما نحبوش نموتوا يا ولدي، أنا نقول نعيشوا نعيشوا ويحيا الوطن. يا خويا، خايفين إحنا اليوم من الأمن، بالحق خايفين بالتجريم الحراك الاجتماعي. اليوم كل ما نمشيو للقهوة، باش نعمل قهوة أنا وليت نغزر على يمين على يسار. إش فيني أنا نتخابر على تونس، أنا نحب نخدم. عطيني خدمة ونساني تو نمشي تو دور الاقتصاد تو نشوف على روحي، تقول لي مشروع شنو مشروع؟ احنا في قروين عندنا 6 مناطق صناعية، 6 المناطق الصناعية هذه مش مجهزة، كيفناش المستثمر باش يجي غادي؟ عطيه حقوق الناس، قول لهم عطيه حقوق الناس، الناس قاعدة تموت راهي، هذا شنجم نقول؟